دكتور محمد زيدان مدير وخبير بالطب الشرعي والمتحدث باسم نادي خبراء الطب الشرعي، اهلا بحضرتك في بوابة اخبار اليوم. اهلا بكم وتحية لكل اعلامي وصحفي مستقل يتبنى قضايا الوطن. دكتور محمد، يمكن في قضية مهمة جدا هي إلغاء المادة 182 في دستور 2012 وفي مطالبات بإعادتها في دستور 2013، تمام؟ أنا عاوز أقول في البداية أن الطب الشرعي والخبراء بيحال إليهم سنويا ما يقرب من 900,000 قضية. هذه القضايا وفقا للقانون، مواد قانون الإثبات ألزمت قاضي الموضوع القضية ذات الموضوع الفني والتي تحتاج إلى بحث وفحص وتأصيل لرأي علمي للوصول إلى الحقيقة وتقديم دليل يسمى الدليل المادة الذي هو سيد الأدلة. مواد قانون الإثبات ألزمت قاضي الموضوع أن يحيل هذه القضايا بذاتها وبعينها إلى خبراء العدل وخبراء الطب الشرعي. وأنا عاوز أقول لو نظرنا إلى أن يعرض على القضاء حوالي مثلا 100 قضية على سبيل المثال، هنلاقي 80% أو 90% من هذه القضايا تحال إلى خبراء الطب الشرعي وخبراء وزارة العدل. التقرير الفني الصادر عن هؤلاء الخبراء هو من أهم وأقوى الحاسيات في الحكم القضائي، وهذه القضايا لا يتم الفصل فيها إلا بتقرير فني يصدر عن هذه الجهات. إذن عمل خبراء الطب الشرعي وخبراء وزارة العدل هو عمل متصل وأساسي ومؤثر في القضاء المصري. احنا عاوزين نتذكر اقول ان الثوره المصريه لما اتت الثوره المصريه تاتي الثورات عموما عندما يكون هناك ظلم وفساد واستبداد وضياع للحقوق وشرخ في صرح العداله. هذا الامر يرجع الى فساد نظام سياسي وفي مشكله في هيئات ومؤسسات التي لم تسعى ولم تحقق امال وطموحات الشعب المصري. اذا عشان نجعل الشعب المصري يستقر ويطمئن ويلتفت الى الانتاج والتطوير والتحديث يجب أن نحقق له العدالة. أسمى شيء أي نظام سياسي أفضل شيء يحققه لمواطنيه وشعبه هو العدل والحق. إذن قصة العدالة وقصة الطب الشرعي والخبراء قصة في منتهى الأهمية، والشاهد على ذلك نجد أن الثورة المصرية أيقونت الثورة المصرية القضايا المهمة وقضايا الحقوق ودماء الشهداء وتعدي على الأراضي وقضايا الكسب غير مشروع، كل هذه القضايا الفاعل الرئيسي فيها الطب الشرعي والخبراء. كده بنخلص ان الطب الشرعي والخبراء مؤثر واساسي واصيل ومهم في العمليه القضائيه. لكن للاسف في البلاد التي لم تحظى بالديمقراطيات الاساسيه والمستقره تعتقد ان القضاء هو القاضي وفقط. هذا امر مغلوط تماما، لان القضاء هو نظام ومنظومه متكامله ومتسقه مع بعضها البعض. القاضي في منصته في شموخه واستعلائه يساعده ويعاونه خبراء العدل وخبراء الطب الشرعي. وهذا فيه تكامل حتى نصل جميعا إلى الحقيقة ونحقق الهدف المنشود. كل هذه الأمور دعتنا نحن خبراء العدل والطب الشرعي إلى تأسيس وتدشين اللجنة، لجنة تأسيسية لاستقلال الطب الشرعي والخبراء. هذا الأمر منذ زمن بعيد نحن الخبراء نناضل فيه منذ عشرات السنين، لأن اللي بيحكم أعمالنا هو قانون 96 لسنة 52. هذا القانون تتخيلوا أنه صدر أيام حكم الملك فاروق، صدر بمرسوم ملكي في هذا الوقت. القانون ده كان مساير للوضع والأحداث في زمن وفي تاريخ، لكن بمرور الزمن وتغير الأحداث وتطورها والكلام ده كله هذا القانون لم يعد صالحا حتى الآن. إلى الآن عاوز أقول أن أعملنا إحنا جزء من السلطة التنفيذية. هذا الأمر فيه لغط شديد. نحن ما نقدمه نقدم شيء متصل بالقضاء ويكون يوضع ضمن الحكم القضائي. إذن العمل اللي إحنا نقدمه خبراء الطب الشرعي وخبراء العدل ليس عمل إداريا ولكنه عمل بالأساس قضائي. حتى أن القانون 96 لسنة 52 بيقول تنظيم أعمال الخبرة أمام القضاء. عشان كل هذه الأمور وإحنا بنسعى إلى تحقيق طموح الشعب المصري الذي عانى كثيرا حقه في العدالة، العدالة اللي هي تجيله بسهولة وبيسر، ويكون المتقاضين والمتخاصمين مطمئنين تماما أنه لا يوجد ثمة التدخل في من يقدم هذا الدليل. سعينا لاستقلال الطب الشرعي والخبراء عن السلطة التنفيذية مع تقديرنا الكامل للسلطة التنفيذية اللي احنا تابعين لها اللي هي وزارة العدل، لكن هذا الأمر يعني الديمقراطيات والدول المتقدمة لم تأخذ به. فكان المنفذ الجميل بالنسبة لنا هو دستور 2012. عندما علمنا بتأسيس اللجنة التأسيسية لوضع دستور 2012
ذهبنا إلى هذه اللجنة وتواصلنا مع هذه اللجنة في لجانها المختلفة، لجنة المقترحات ولجنة نظام الحكم، وناضلنا وبشدة لأجل أن احنا نستقل في دستور 2012. تم وضع نص المادة 182 الذي يحقق بعض من الطموح للشعب المصري أولا وليس للخبراء في, في, في أساسه يعني. لكن للأسف كانت لبنة للبناء زيها زي نص المادة 204 اللي كانت أنشأت المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد. لكن المستغرب والعجيب أن لجنة الخبراء العشرة اللي هي تتكون من 6 من القضاء الأجلاء، 2 من المحكمة الدستورية و2 من مجلس الدولة، 2 من القضاء العادي، و4 من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية بكليات الحقوق، للأسف ألغوا نص المادة 182. ماذا تم إلغاء المادة 182؟ المادة 182 يسأل عن هذا الأمر يا فندم، لماذا وضعت؟ يعني هي كانت أحلام أنها توضع في 2012، دستور 2012. هي وضعت هذه المادة لكي تتماشى مع المنظومة الدولية في إحقاق الحق والعدالة. المادة دي كان لها ظهير دولي، بمعنى إحنا كنا بنأسس مطالبنا ومطالب الشعب المصري أمام اللجنة التأسيسية لوضع الدستور 2012 على حاجتين: الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية للتعاون القضائي الصادرة عن جامعة الدول العربية سنة 1983. الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة ووافقت عليها مصر وصدقت عليها مصر عام 2005، هذه الاتفاقية بتؤسس الاستقلال وتنادي باستقلال القضاء والجهات التي تساعد مع القضاء أو تعاون مع منظومة القضاء. يعني إذن استقلال وده حاجة منشودة للقضاء، يعني لماذا بقى تم إلغائها في 2013؟ يسأل عن ذلك الناس اللي ألغوا المادة، لجنة العشرة. أنا بستغرب لماذا ألغوا مادة 182 وألغوا المادة 204 المفاضلة الوطنية لمكافحة الفساد؟ ليه؟ أنا عاوز أقول أي شيء في مصلحة الوطن يجب أن يبقى لصالح الوطن، وأي لابنة أتت من أي فصيل أو أي جهة إذا كانت في مصلحة الوطن نسيبها. لكن إلغائها أنا مستغرب ومستعجب. يسأل عن ذلك السادة القضاء الأجلاء اللي وضعوا التعديلات وكذا أساتذة القانون الدستوري. أنا حاولت مع لجنة العشر أن أتواصل معهم على أساس وضح وجهة النظر لإبقاء هذا النص وعدم إلغائها. حاولت مع مين يا فندم؟ أنا حاولت مع أساتذة الجامعة دي اللي قدرت أوصل ليهم، فعرفت وحاولت أوصل ليهم في مجلس الشورى، قالوا أن اللجنة أعمالها سرية ومش مخول لها أن هي تقابل ناس والناس تقدم مقترحات. قدمنا مقترحات نؤكد ونؤصل أن هذه المادة 182 هي في صالح المواطن المصري والمتقاضي المصري. خطورة إلغائها يعني؟ خطورة إلغائها أولا بإحنا بنصل إلى العدالة العرجاء زي ما بيقولوا. أنا بقول إن العدالة في مصر لابد أن تكون متكاملة وشاملة، فيها القاضي في شموخه واستعلائه ونبل قدره على منصته ويعاونه خبراء الطب الشرعي وخبراء العدل، والجميع يدورون في فلك القضاء يتمتعون بالحمايات والضمانات والحصنات. هذه الضمانات والحمايات التي أخذها القاضي ليست لشخصه ولكن لنبل وقدسية ما يحمله على عاتقه من ملفات القضايا. أنا عاوز أقول الطب الشرعي والخبراء يساهموا في سير العدالة ويمسكوا بملفات الدعوة، وعملي مشابه لعمل القاضي، لأني أنا بناقش الناس وأستدعي الناس وأعاين وأحتك بالجمهور يعني الذي يمثل أمام الطب الشرعي والخبراء إما مقترف لجريمة قتل أو جريمة اغتصاب أو اعتداء أو تزييف أو تزوير أو مخالفة في عقار أو مخالفة في اعتداء على أرض الدولة أو حتى زملائنا خبراء الكسب غير المشروع. هذا الدور الخطير الذي يقومون به غير مستقلين. عاوز أقول أتذكر معكم جميعا أن قضية استرداد الأموال المنهوبة هذا الأمر لم يكن وما كانش هيتم. ليه؟ لأن المجتمع الدولي بيقول نسترد الأموال عندما يصدر حكم نهائي وبات. أنا عاوز أقول أن في قضايا الكسب غير المشروع في تقرير لزملائنا خبراء الكسب غير المشروع يوضع ضمن الحكم القضائي. عندما تعلم الدول الأخرى اللي احنا لنا أموال عندها عندما يصدر حكم نهائي وبات وفي داخل هذا الحكم مؤسس على تقرير صادر من خبراء وزارة العدل، أما يعلموا أن خبراء وزارة العدل غير مستقلين هذا محل طعن وهذا مدعاة لعدم استرداد الأموال. يعني إذا احنا أصلنا وأنشأنا هيئات ومؤسسات مستقلة، حتى لو طرحنا سؤال أيهما أفضل وأنفع وأجدى، جهة
تملك خبراء مستقلين أو تابعين؟ أكيد أي حد لديه بعض من الفكر والعقل يقول إن الاستقلال أفضل. وعاوز أقول إن استقلال القاضي وضمان القاضي واستقلال خبراء الطب الشرعي واستقلال حتى نائب البرلمان، هذه قواعد دولية وقواعد قانونية مؤسس عليها، لأن دائما صاحب الرأي لابد أن يكون حرا ومستقلا. لا يفهم أن صاحب رأي يكون عليه، لو نائب البرلمان إذا لم يكن محصن فهذا مش هيستطيع يؤدي دوره. لو القاضي إذا لم يكن محصن ومستقل مش هيعرف يؤدي دوره. خبير الطب الشرعي وخبير وزارة العدل إذا لم يكن مستقل مش هيستطيع يؤدي دوره. أنا عاوز أقول نقطة مهمة جدا جدا جدا، النيابة العامة وفقا للقواعد هي أمينة على الدعوة العمومية. نعم، النيابة الإدارية هي أمينة على الدعوة التأديبية. أنا عاوز أقول بملء فيا أن خبراء الطب الشرعي وخبراء العدل هم أمناء على الدعوة ذات الموضوع الفني، لأني أنا اللاعب الأساسي والمهم جدا في القضايا دي. يعني القضايا ما احترمنا للقاضي، قضايا القتل القاضي لن يستطيع يحكم فيها إلا إذا أحلها للطب الشرعي، قضايا الكذب غير مشروع القاضي مش هيحكم فيها إلا ما يحلها لأهل الخبرة. فإحنا بنتكامل مع القضاء، فيجب أن ندور في فلك القضاء. يمكن يا دكتور يعني حضرتك طرحت ان الطب الشرعي بيدخل في قضايا هامه وخطيره جدا وماسه في المجتمع، لكن يعني الغاء الماده يعني يطرح العديد من علامات الاستفهام يعني حوالينا. وحضرتك قلت ان اللجنه مكونه من اساتذه يعني من الخبراء في القضاء، يعني اللجنه مكونه من افضل العناصر التي تعلم قدر وحجم الطب الشرعي. ثم اذا يعني اعادتها في 2000 في دستور 2012 ثم الغاها في 2013 برضو أيضا يطرح العديد من التساؤلات. وأنا هتساءل يعني إذا إحنا يعني الموجات الثورية المتلاحقة هي جاية عشان تحقق طموح المواطن، فمش معقول أنا أحجر على المواطن المصري في حقه أن يملك مرفق عدالة مستقل ومستقر. يعني المفروض إحنا بنيجي نبني ولا نهدم. إذا كان حتى في لبنة بسيطة في دستور 2012 بغض النظر على من وضعوا ومن صنعوا هذا الدستور، احنا لازما يعني احنا بنجد في البلاد اللي هي اقل ديمقراطيه واقل تقدم من ياتي يهدم من سبق. هذا لا يعقل تماما. مش عاوزين نبدا من اول سطر. اذا كان في بصيص من نور وقواعد للبناء نكمل عليه هذا البناء عشان نكمل بناء الوطن. عاوز اكمل اقول الاتفاقيه الدوليه لمكافحه الفساد مصر وقعت عليها بتقول استقلال القضاء والجهات التي تساعد القضاء يجب أن تكون مستقلة، ويجب أن ينص على هذا الاستقلال في الدستور مش في القانون بس. ليه؟ لأن المشرع القانوني ربما يخضع لأهواء نظام سياسي فيبدل ويغير، لكن عندما ننرسخ هذا الأمر ونضعه في الدستور يكون في منأى عن أي تبديل أو تغيير. إذن المطلب الأساسي، المطلب الأساسي هو أن ينص في الدستور المصري الجديد وفي التعديلات الدستورية على استقلال الطب الشرعي والخبراء وتحويل هذه الجهات إلى هيئات مستقلة ذات اختصاص قضائي، وأن يتمتع بالقانون خبراء هذه الجهات للضمانات والحمايات اللازمة لكي يؤدي عمله. مصر إذا لم تفعل ذلك وهي وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، الاتفاقية دي بتلزم مصر ان هي تضع نصوص هذه الاتفاقية داخل القانون الوطني، وإلا ان هي تكون مخالفة لقواعد وبنود هذه الاتفاقية. الاتفاقية العربية للتعاون القضائي اللي صدر عن جامعة الدول العربية بتقول ان تنص صراحة على حصانة الخبراء. فيجب ان احنا يعني اذا اردنا ان نقيم مصر بعد الثورات، الشعب المصري تعب وانهك. الشعب المصري عندما يصل الى الثورة لا يصل اليها ترفا ولا مضيع الوقت، لكن الثورة دي لها ثمن كبير جدا، دماء الناس والشهداء والقتلى والمصابين. هذا الثمن الغالي لابد أن يكون له مردود في أن احنا نبني دولة محترمة، عشان حتى احنا لو عملنا كده مصر سوف تستفيد أن يأتي استثمار إلى مصر. المستثمر الأجنبي الموجود في مصر ربما يمثل أمام القضاء المصري. عندما يمثل أمام القضاء المصري ويجد جهات تتمتع باستقلالية، ده يساعد في جذب الاستثمار لمصر. كمان اما مصر اما بتوقع الاتفاقات الدوليه واتفاقات اقليميه وتمشي وفقا للقواعد المتوافق عليها عالميا، ده سوف يساعد مصر في ان هي تعمل اتفاقيات دوليه اخرى في الاستثمار في التوافق الديمقراطي.
أن تكون مصر وبحق دولة في مصاف العالم المتقدم وليس في مصاف العالم المتأخر. مصر لديها تاريخ وحضارة. إحنا عاوز أقول كل صاحب قرار يبني في مصر لابد أن يستلهم روح التاريخ وروح الأجداد والآباء الذين وضعوا القواعد القانونية والدستورية ونطور من أنفسنا على أساس أن مصر فعلا محتاجة إلى إعادة بناء. وأهم بناء ننظر إليه في فترة البناء هو الإنسان. أنا أؤمن تماما أن البشر قبل الحجر، والبشر له مطالب أعظم وأسمى وأنبل مطلب يحققه أي نظام سياسي أو نخبة صاحبة قرار في وضع دستور، أن تهدي لشعبها منظومة عدل بعيدة عن كل شبهة أو تدخل من أي فرد أو هيئة أو مؤسسة أو رجل سلطة. العدل يا سادة هو أساس الملك. إذا أردنا استقرارا لهذا الشعب وأن يهدأ من ثورانه وفورانه وأن يلتفت إلى البناء والإنتاج والعمل والتقدم والتنمية، لابد أن نحقق العدالة بكل أبعاد. ماذا تطلب من السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسة؟ أنا في النهاية أنا رسالة بأوصلها للسيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وكل السادة أعضاء لجنة الخمسين. يا سادة أنتم لا تمثلون أنفسكم وفقط، يا سادة أنتم لا تمثلون الجهات التي أتيتم منها، ولكنكم تمثلون الشعب المصري صغيره وكبيره وجميع هيئات ومؤسسات الدولة. يجب عليكم وأتمنى عليكم أن تستجيبوا لمطالب الشعب، ومن أعظم المطالب التي يجب علينا وعليكم أن تستجيبوا لها أن تحصنوا منظومة العدالة المصرية. العدالة المصرية في قلبها ويأتي في مقدمتها خبراء الطب الشرعي وخبراء العدل، ليس لشخوصهم ولا لأنفسهم، ولكن بما يحملونه من قضايا وبما يدلون به ويبحثون ويفحصون من القضايا التي تحال إليهم. حصنوا خبراء العدل وحصنوا خبراء الطب الشرعي، يأتي العدل لكل الناس ويأمن كل واحد على حقه، وتستقر في نفوس المتقاضين والمتخاصمين إن حقه هيجيله بدون أي تدخل. لو هو اختصم الوزير حقه هيجيله، لن يخاف أبدا. العدل أهم لبنة في بناء الدولة المصرية.